مكتوب 4 غرف وصالون بس. هديك المنطقة مو مخدمة، تركنا منه لهالبيت ما بدنا. إذا فتي على الإنترنت بتلاقي عنوان شركتهم لبيت رشدان؟ طبعاً. ها؟ بيت بشارع بيكوز إطلالة على الشارع العام، سجلي العنوان. ما حاطين له صور، خلينا نشوف البيوت اللي حاطين صورها، أحسن هيك. فاطمة أختي، شو رأيك لو حطوا له لكريم صحن؟ إيه، نقلني الرقم. خلينا ناكل كلنا سوا هون، مو حلو يروح وياكل لحاله بغرفته؟ ها؟ ماشي. فاطمة، شكرا لأنك ما كسرتي بخاطري. شو صار معكم؟ عم نحضر العشاء. شو غيره؟ مين؟ كريستين. هاي كريستين، هاو ار يو؟ اي ام كريم. هاو ار يو؟ ايوه، عم يحكي مع بنت. جوزك بعد ما جاب الكمبيوتر فتح ايميله على الكمبيوتر وقال صار له زمان ما صح له يفتحه ويشوف قال شو جاي. كان في رسالة جايته من بنت، هيك كان عم يحكي، بنت أجنبية. ايه، والبنت بعتت له صورة على الايميل، كانوا متصورين بليلة راس السنة، بجوز تكون رفيقته القديمة. وشو علاقتي؟ ايوه، وليش عم تعيطي؟ انا حبيت خبرك وبس. لا تخبريني، ما بيهمني ابدا، يعمل يلي بده اياه. يا شو حكيت أنا؟ تعي تعي فاطمة، لقينا هون أكتر من بيت وحاطين صور كمان، نقعد نتفرج عليهم كلهم. Great. A lot of change happened in my life. Yes. I stayed in Istanbul. I have married. Oh, congratulations. Thank you. Thank you. It has been a few months. We married on September. هذا البيت حلو كتير وإله جنينة كمان. إن شاء الله يطلع مثل ما أنه مبين بالصورة. والله ما فهمت ولا كلمة من اللي قالون. كريستين رفيقته من وقت اللي كنا بالضيعة، كانت جاي سياحة لعنا براس السنة، وكريم كان الدليل السياحي تبعهم من وقتها صاروا رفقة هي وياه. كتير خوش بوش. وهذا البيت كمان حلو بس ما إله جنينة. ايه مزبوط، خلوني شوفه. When are you coming? Okay, done. Of course, why not? We talk about you when you come. Okay. Okay. This is my new phone number. Okay. See you. See you. Bye bye. مراد طفي التلفزيون وقوم غسل ايدك وتعال نتعشى حبيبي. أنا حضرت العشاء وحطيت صحون للكل. حكيت مع كريستين؟ إيه، ما كانت بتعرف إني انتقلت وإجيت على اسطنبول لهيك بعتت لي إيميل. يعني جاي على اسطنبول؟ إجت وراحت، الإيميل قديم. عن جد؟ بس رح ترجع عن قريب، عندها شغل هون وقالت لي إنها حابة تشوفني لما تيجي لهون. قلت لي البنت حابة تشوفها؟ كريستين مهندسة ديكور، لما اجت زارته لكريم بالورشة كم مرة، يعني هي بتوثق بشغله. قلتي لي كمان بتوثق بشغله. أنا قلت لها هلا إني تزوجت، بس تجي نحكي بالشغل. يلا خلونا نكفي حكينا بعد الأكل. إيه، يلا قوموا على المطبخ،
أنا حطيت صحون إلا كلنا ها. يلا فاطمة. أنا أكلت حلو لهيك حاسة حالي ماني قدراني أكل هلا. روح أكلي معهم، أنا باكل بأوضتي. أكلت حلو، باكل بعد شوي لأني هلا مو جوعانة. يلا خلونا نبلش، تعوا خلصونا بقى. شو قصتها فاطمة؟ ليش ما بدها تاكل؟ شلون بدي آكل وفاطمة ما بدها تاكل؟ خليها عم تتدلل. عود كريم. أنا باكل بأوضتي أمي.